السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في آخر ظهور له فجاء الفنان الجزائري القدير ومحبوب كل الجماهير الجزائرية صلاح قروت الجميع صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، وهو يبدو بصحة جيدة ويتمثل للشفاء. وقدم الفنان الجزائري صلاح قروت أمسية السبت تهاني إلى كل الشعب الجزائري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عدة صور للفنان وهو برفقة المخرج جعفر قاسم، وكان يبدو بصحة جيدة ويتمثل للشفاء على عكس ما تم تداوله سابقا عن حالته الصحية، حين طالت هذا الأخير عدة إشاعات من مجهولين، ولكنه بحمد الله وفضله قاوم المرض الخبيث وسيعود قريبا جدا إلى الجزائر وإلى محبيه ومعجبيه.